مشاهدي الحياة الآن، أهلا بكم إلى هذه التغطية الإخبارية التي تأتيكم على الهواء مباشرة، ونبدأها معكم بأهم العناوين. وكيل وزارة الصحة بالشرقية يعلن إصابة 310 مواطنين بأعراض التسمم، والوزارة تقول إن الأسباب غير واضحة حتى الآن. الكنيسة الأرمينية في مصر تحيي الذكرى الماء لإبادة الأرمن على يد الأتراك. والداخلية تعلن بدء تحصيل رسوم الحج وشروطه للعام الجديد. مصر تتسلم من الولايات المتحدة 123 قطعة أثرية مهربة. ووزير الدفاع يصل إلى بكين لبحث سبل التعاون العسكري بين مصر والصين. مرة أخرى أهلا بكم، ونبدأ جولتنا الإخبارية مع وزارة الصحة في الشرقية، حيث أصيب 310 أشخاص بمدينة الإبراهيمية والقرى التابعة لها بالشرقية بأعراض للتسمم، وجاري علاجهم وفحص عينات من مياه الشرب والأغذية لتحديد مصدر التسمم الذي لم يتم تحديده حتى الآن. وصرح الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالشرقية في تصريحات للحياة الآن إن معظم الحالات مستقرة وإصابتها خفيفة، وتم إجراء الإسعافات الأولية للمصابين، حيث غادر المستشفى 40 حالة منهم بعد تماثلهم للشفاء. وإلى الشرقية، إلى أن نتوصل لأي من المصادر الرسمية التي يمكن أن تدلي بتصريحات بهذا الشأن. معنا اتصال تليفوني من أستاذة إيمان مهنا، مراسل اليوم السابع من الشرقية. أهلا بك يا أستاذة إيمان. حضرتك يا فندم، مع حضرتك، سامعاني؟ انا سامع حضرتك. طيب ايمان، ممكن تقول لنا يعني بعض التفاصيل اللي ممكن نطمئن بيها؟ عايزين نعرف ايه الحاله بالظبط. هل كل هؤلاء المصابين 310 مصاب، هل اعدادهم بتتزايد ولا ثابته؟ هل هم بينتموا الى مكان معين او وحده معينه بتجمعهم مثلا وجبه غذائيه اشتركوا في اكلها، اشتروها من مصدر معين حتى لو كانوا متفرقين؟ يعني في حاجة ما بتجمعهم غير المية؟ لأن احنا يعني أتصور مبدئيا ممكن أستبعد المية لأنها عدت قبل الشرقية على أماكن كتير من هنا. ها بالفعل زي ما حضرتك وضحتي، هم معظم المصابين هم 310 مصاب كانوا دخلوا مستشفيات الإبراهيمية، هم معظمهم من مركز الإبراهيمية، مستشفيات الإبراهيمية وديار بنجمة وهاهية، وتم توزيعهم على المستشفيات لتلقي العلاج اللازم ليهم، وما كانت ظهرت النهارده عليهم حالات قيء مفاجئ وارتفاع في درجة الحرارة. شركة المياه للشرب توجهت بفريق كامل من مجلس إدارة الشركة، وقامت بتحليل محطات المياه بمركز الإبراهيمية الأربع محطات، وتأكد سلامة مياه الشرب. هو الاتهامات بتقول إن دلوقتي حاليا إن معظم الأهالي بيستخدموا المياه المفرطرة اللي بتتباع في الجراكن من الشركات الخاصة، وكان يعني اللي اكد اللواء صديق مصرحي رئيس المدينه ان في اكتر من 5 مصانع في المدينه دي بتشتغل بدون تصريح، يعني بين قوسين كده تحت بير السلم، ودي بتقوم بفرطره الميه اللي بتتاخد من الحنفيات العاديه، وان الاهالي بيعتمدوا على شرب هذه المياه من في الاستخدامات الشخصيه بيستخدموها. طب وهل هم كلهم اخذوا يعني اخذوا من شركه واحده ولا اخذوا من شركات متعدده؟ هل في تحقيقات اوليه في الموضوع؟ هو لسه التحقيقات الاوليه حاليا في فريق من النيابه العامه بياخد اقوال المصابين، بيتاكد هل هي شركه واحده ام هم الخمس شركات اللي موجودين في مدينه الابراهيميه متهمين بهذا الاتهام. طيب لسه في فريق حاليا من النيابه العامه بياخد الاقوال من المصابين. كمان في 101 مصاب حاليا خرجوا من المستشفيات بعد تماثل شفائهم والتاكد من عدم اصابتهم واستقرار حالتهم، التاكد من عدم اصابتهم باي حاجه. طيب دول 101 من ال 310؟
من 310. طيب عايزه اسالك استاذه ايمان، يعني لان احنا لسه لم نتوصل لتصريحات من مصدر رسمي من وزاره الصحه او المتحدث باسم وزاره الصحه دكتور حسام ابو غفار، لسه يعني لم يصدر عنها اي تصريحات، فهل انت يعني متاكده من معلوماتك ان الاعراض كانت قيء وارتفاع في درجات الحراره؟ لانه ممكن بالفعل هي كان هو كان ده تاكيد معظم الاهالي بياكدوا ان هم فجاه حسوا بقيء واسهال وكانت ارتفع في درجه حرارتهم وتم نقلهم طبعا عن طريق سيارات الاسعاف على الفور. كان الاول ظهرت على اسره في احد القرى، ابتدت الحاله تنتشر بين الاهالي من القرى المختلفه، واحنا بنظن ان العدد الهائل من المصابين دوت بسبب حاله الذعر بين الاهالي، ان الميه أيوة ملوثه. ايوه تمام، هو ده اللي انا عايزه اوصل له، انه ممكن لانك بتقولي الاعراض في قيء وفي ارتفاع في درجات الحراره، فاذا كانوا هم كلهم يعني لا اتصور عندهم كلهم قيء وارتفاع في درجات الحراره، لانه ممكن تكون الاعراض مثلا اسهال، فممكن اي حد عنده اسهال باي سبب من الاسباب يجري على المستشفى على انه عنده تسمم نتيجه زي ما اضفتي حضرتك لحاله الذعر، ان هو في كلام عن ان الميه لوثت بغرق الفوسفات، في كلام عن انه يعني في اعراض في البلد زي ما قلتي في منطقه واحده في الابراهيميه، فالناس بتتنقل الخبر وبيحصل لها نوع من الذعر، فاي حد عنده اسهال ممكن يروح يجري على المستشفى يتصور انه اصيب بحاله تسمم. بالفعل يا فندم، بدليل خروج 101 حاله بعد ساعه من استقبال الحالات، في 101 حاله خرجت بتمثل شفاءها وان هي ما عندهاش اي حاجه، وكمان حتى الحالات المحتجزه حاليا في المستشفيات هي حالات مستقره، الحالات ما فيش اي حاله بتمثل خطوره او حالتها خطره، كلها محتجزه تحت الملاحظه. الحمد لله، وطبعا بالتاكيد اتخذ عينات من امعائهم اللي من المعده يعني او من العصاره اللي معديه. بالفعل الدكتور عمرو قنديل، والدكتور عمرو قنديل جاي حضر مندوب عن الوزير، والوزير في طريقه للوصول لمحافظه الشرقيه، والدكتور شريف ماكين وكيل وزاره الصحه، والدكتور خالد فوز دول بيشرفوا على اخذ عينات من امعاء من المصابين ومن عينات من القيء الخاص بيهم، وان بيتاكدوا من تحليلاتهم للتاكد الوضع تقرير جذري عن حالات التسمم دي، هل هي كانت بالفعل من الميه ام من مياه الجراكن اللي بيشتروها ام من خلال وجبه، للتاكد بالفعل ايه هو حاله التسمم. بالتاكيد، وحضرتك بصفتك المهنيه ايضا كصحفيه ومراسله اليوم السابع بالتاكيد يعني بتؤكدي على انه كما نؤكد احنا كاعلام انه وزاره الصحه الحقيقه تحرت المصداقيه والشفافيه في التصريحات، وان دكتور عمرو قنديل بنفسه اللي بياخد التحيات دلوقتي هو بنفسه قال تصريحات من يومين بخصوص الميه اللي تعرضت لغرق عنصر الفوسفات، وقال مدى تاثير ده على الصحه، وانه اذا كان الانسان مصاب ب يعني ضعف في وظائف الكلى ممكن يحصل له ايه او ايه التبعات بمنتهى الشفافيه والصراحه، فاحنا بالتاكيد منتظرين منه تصريحات على نفس الدرجه من الشفافيه والصراحه لا نفتقدها اطلاقا من المتحدثين باسم وزاره الصحه، فانا بشكرك يا ايمان، وفينا باي جديد بخصوص هذا الشان منعا لاثاره القلق والبلبله. بشكرك جدا يا إيمان، وننتقل إلى مسألة التوقيت الصيفي، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس الخميس قرارا بوقف العمل بالتوقيت الصيفي خلال العام الحالي استجابة لرغبة أغلبية المواطنين الذين استطلعت آراؤهم بواسطة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، فضلا عن قرب حلول شهر رمضان وهو ما كان يستلزم تغيير التوقيت لأكثر من مرة. وإلى سيناء، حيث تكثف القوات المسلحة من جهودها في القضاء على الإرهاب وتطهير سيناء بالكامل من خلال حملات أمنية مكبرة قبيل عيد تحرير سيناء لكي يمر دون أي أعمال إرهابية يمكن أن تعكر فرحة المصريين واحتفالاتهم. وكان الرئيس السيسي قد أكد في خطابه بالأمس بمناسبة ذكرى تحرير سيناء أنها تعد رمزا لنضال الشعب المصري عبر التاريخ. التفاصيل في سياق التقرير التالي نتابع. على استرداد سيناء من يد المحتل، لا زالت أرض الفيروز ميدانا للحرب، لكن هذه المرة ضد الإرهابيين والذين يخوض الجيش المصري حربا ضدهم بعدما اتخذوا سيناء مأوالهم. وينتظر أهالي سيناء الاستقرار والتنمية على أراضيهم في الفترة المقبلة بعدما عانوا طوال الأعوام الماضية من إهمال حكومي ونقص في الخدمات.
تجاهل الدولة لأهالي سيناء يبدو أنه في طريقه للانتهاء في ظل الاهتمام المكثف من الرئيس السيسي، وذلك بالاهتمام بمطالبهم وعقده لقاءات عدة مع مشايخ سيناء، إضافة إلى تخصيص 10 مليارات جنيه لتنمية أرض الفيروز. مشروع محور قناة السويس الجديدة يعد أملا جديدا لسيناء لتحقيق التنمية، بما يتضمنه من مشروعات صناعية وزراعية توفر مئات الآلاف من فرص العمل. أما مدينة رفح والإسماعيلية الجديدتان فينتظر الانتهاء منهما خلال الأشهر المقبلة، ويتوقع أن يكون بداية لتنمية عمرانية شاملة في شبه جزيرة سيناء، والتي تشهد جهودا مكثفة للسيطرة على المنطقة الحدودية وغلق الأنفاق التي يستغلها الإرهابيون في تهريب المقاتلين والسلاح. أهالي سيناء يأملون في أن تحل عليهم ذكرى التحرير المقبلة دون أصوات للتذكيرات، وفي ظل تنمية حقيقية لأرضهم بعد عقود من الإهمال. مراسلنا من شمال سيناء أشرف سويلم، أهلا بك يا أشرف. يا ريت تدينا بعض التفاصيل عن مجهودات القوات المسلحة وآخر أخبار الحملات الأمنية والمداهمات والضبطيات اللي بتقوم كل يوم قواتنا هناك بعمليات تطهير وخاصة في منطقة الشريط الحدودي. اتفضل. تحياتي أستاذة دينا. أولا طبعا مع كل مناسبة قومية قد تكون هناك يعني عمليات إرهابية قد يعني يقوم بتنفيذها تنظيم أنصار بيت المقدس، وهذا ما اعتدنا عليه. وطبعا كان في معلومات متوفرة أن التنظيم قد يخدم على تنفيذ عملية إرهابية كبيرة تزامنا مع عيد تحرير سيناء. بالفعل شنت القوات الجوية حملة جوية غير مسبوقة على جميع معاقل تنظيم أنصار بيت المقدس منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم. الأباتشي تقصف بدراوة جميع معاقل التنظيم بجميع قرى جنوب الشيخ زويد وفقا لمعلومات وردت عن ارتكازاتهم وتجمعاتهم واجتماعاتهم مساء أمس وفجر اليوم لتنفيذ عمليات موسعة ضد القوات المسلحة، خاصة ضد الأكمنة العسكرية العتيدة الجديدة التي تم تشييدها في الشيخ زويد ورفح، وهي أكمنة يعني مصممة على طراز عسكري كبير وعلى تبات عالية وبإمكانات وأسلحة ثقيلة. الأنباء الأولية تشير إلى سقوط أكثر من 10 قتلى وإصابة 25 آخرين خلال الضربات الجوية الناجحة التي جرت حتى فجر اليوم من قبل القوات الجوية، إضافة إلى مجهودات القوات البرية الصاعقة تمكنت من القبض على 8 عناصر تكفيرية شديدة الخطورة، بالإضافة إلى تدمير 25 بؤرة إرهابية. طبعا حراك عسكري كبير جدا من القوات الجوية والقوات البرية لإجهاض أي مخططات من تنظيم بيت المقدس، إضافة إلى استهداف جميع أعضاء التنظيم وفقا لمعلومات تشارك فيها يعني أهالي المنطقة من قبيلة السواركة من القبائل الأخرى في دعم القوات المسلحة. ده بالنسبة للمسؤولين. طيب أشرف، يعني في سياق كلامك بعض الناس بتتصور أو بيدور بينهم أنه بعد أي عملية إرهابية بيتعرض ليها خيرة أبناء هذا الوطن من رجال الجيش والشرطة في سيناء أنه قواتنا بترد بعدها بعملية مكبرة، ولكن الواقع أن العكس هو الصحيح. يعني قبيل أي عملية لهؤلاء الإرهابيين في سيناء بيكون ده نوع من الرد أو بتبقى عمليات انتقامية لحملة مكبرة قامت بها القوات المسلحة ورجالنا وأمننا هناك ورجال الشرطة في القبض على قيادات الإرهابيين وفي تتبع الأنفاق والاستيلاء أو عفوا يعني التوصل إلى مخازن الأسلحة والذخيرة. فده بيكون بالعكس، يعني هم اللي بيعملوا رد فعل على العمليات المكبرة للقوات المسلحة. دينا في السابق كنا في مرحلة رد الفعل، إنما المرحلة الراهنة زي ما أشار سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحن الآن في مرحلة الفعل وليست رد الفعل، وكما أشارت قيادات عسكرية نحن نقوم بعمل يعني بما يعرف بالألم السابق. يعني هناك تحركات ضد تنظيم أنصار بيت المقدس، لن ننتظر اي عمليات ارهابيه يقومون بها للرد عليها، ولكن الان يعني اكتساح عسكري كبير جدا بعد العمليات الاخيره لا هواده ولا رحمه مع التنظيم.
عمليات مستمرة، يعني ضربات استباقية، وزي ما أشرنا إلى أن جيش في مرحلة الفعل وليس رد الفعل، في حسم، في مرحلة حسم، في جدية في تطهير سيناء بالفعل من هذا التنظيم. بيتزامن مع ذلك المرحلة المنطقة الحدودية دينا، طيب. القوات المسلحة بتعلن. طب أشرف معلش نظرا لضيق الوقت، ولكن كنا ذكرنا أيضا بالأمس أن كان في تهديدات بمناسبة احتفالاتنا بعيد تحرير سيناء، كان في تهديدات أنهم هيحفروا أنفاق على مسافات بعيدة في المناطق المحيطة ببعض الأماكن السيادية أو لنقل الحكومية والشرطية، ودي بتبقى مناطق سكنية محيطة بهذه الأجهزة الحكومية. هل تم التوصل إلى أي شيء بهذا الشأن؟ طبعا ده شغل حركة حماس في قطاع غزة اللي بتعمله مع إسرائيل، ودي خبراء من حركة حماس هي اللي لها تستطيع تصميم مثل هذه الأنفاق. وبالفعل المعلومات وردت للقوات المسلحة وقوات الشرطة بتنشط كل شبر في مدينة العريش حي حي، وطبعا بدأت بحي أبو ثقل والأماكن المحيطة بمديرية أمن شمال سيناء. طيب أشكرك يا أشرف، وعفوا علشان هرجع لدكتور عمرو أندير رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك يا فندم. أهلا بك دكتور. أنا سمعت حضرتك يعني في أكتر من مداخلة تليفونية، وحضرتك بتتكلم عن تداعيات ويعني الآثار الصحية لعنصر الفوسفات على الجسم، فيما إذا كان هيبقى له تأثير في المية، كنت بتتكلم بمنتهى الشفافية والمصداقية، وبالتالي إحنا متأكدين أنك هتقدم لنا معلومات النهاردة عن هذه الحالات من التسمم في الشرقية بمنتهى المصداقية، وحضرتك بتتكلم دلوقتي من هناك وقمت بنفسك بأخذ عينات من أمعاء المصابين، فعايزين نعرف من حضرتك تفاصيل لنعتبرها كلمات رسمية عن وزارة الصحة. تمام يا فندم. بص يا فندم، أول حاجة حضرتك أنا أحب أفصل بس، يعني معلش يمكن أنا يعني يمكن المكالمة عشان هنا جنبي دوشة كتير أوي فما سمعتش كل الكلام، أنا بعتذر يعني. بس أول حاجة حضرتك أنا عاوز أفصل بين حاجتين، اللي هي الموضوع بتاع غرق الصندل بتاع محمد بالفوسفات في هنا، وان احنا اكدنا وما زلنا بنأكد ان جميع العينات في محافظه هنا كلها من جميع محطات الميه صالحه للاستخدام ومطابقه للمواصفات، واحنا خدنا لحد امبارح مساء الساعه 10 بالليل 172 عينه وكلهم كانوا مطابقين، وخدنا من بقيه المحافظات اللي هي سوهاج واسيوط وبني سويف والمنيا، خدنا حضرتك منهم 221 عينه وبرده جميعهم مطابقين، والميه في المحطات الميه اللي موجوده على نهر النيل مطابقه. وهتفضلوا يا دكتور وهتفضلوا تاخدوا عينات كده على مدى الايام اللي جايه مش كده؟ على مدى اسبوع. على مدى اللي اسبوع. حصل بالظبط يا فندم، فده احنا بناكد عليه وما زلت باكد عليه. اللي حصل النهارده في الابراهيميه ده موضوع مختلف تاني خالص تماما، ملوش علاقه بالموضوع بتاع هنا. تمام. عشان احنا بنقول اما في موقع الغرق بتاع الصندل وفي نفس الموقع وفي المحطات المجاوره ليه وفي المحافظات المجاوره ليه حاجات مطبقه. فاحنا هنا بنتكلم في حته تانيه خالص في الابراهيميه في الشرقيه، فده موضوع تاني اخر. طبعا طبعا. وخاصه ان الميه يعني من هنا لغايه الشرقيه عدت على محافظات كتيره قوي، فلو هي السبب الميه لا يا فندم انا مش انا برضو مش ما بقولش السبب هنا في الابراهيميه ولا ميه ولا غير ميه، لسه احنا بنعمل تحاليل. انا بس عاوز افصل بين ده وده، ده حاجه تانيه خالص خالص. عايزين نقول انه ما فيش علاقه، يعني قصدي حضرتك لا علاقه خالص بين الاثنين. بالظبط كده، يعني ما فيش علاقه نهائيا بالموضوع بتاع هنا واللي هنا في الابراهيميه. أيوة. يعني عشان ما يطلعش اي شائعات تقول. وانا باكد على كلامي دوت ليه؟ عشان زي ما قلت عدل العينات احنا خدناها في موقع الغرق وفي المحطات اللي منها على محافظه هنا كلها ومحافظات الصعيد من اول سوهاج لحد بني سويف حضرتك كلها مطابقه وصالحه للاستخدام. أيوة. اما هنا فيما يخص بقى حضرتك الابراهيميه، هو يعني بدايه كده من يعني النهارده الفجر في بدا جم هنا تردد على مستشفى الابراهيميه خمس حالات كان عندهم الام في البطن، وفي بعض منهم كان عندهم في اسهال. بعد كده بدا يتوافد بدايه من الساعه 7:30 صباحا حالات عشرات الحالات هنا على المستشفى. طبعا في بعض المواطنين طلعوا في الميكروفونات في ده هنا في المركز بتاع الابراهيميه، طلعوا في الميكروفونات وقالوا بيحذروا الناس من شرب الميه وقالوا في الميه فيها كذا، فطبعا ده خلى عند الناس حاله ذعر، يعني حاله ذعر. فبالتالي طبعا بالاضافه ان في حالات اصلا كانت تعبانه، فده الحالات اللي تعبانه وحالات مش تعبانه جم كلهم على المستشفى
فبقى في المستشفى تراكم حالات كبير جدا وعالي جدا، وصل لحد حاله الضغط لحد دلوقتي 310 حاله. الحالات ديت حركة الاعداد ديت من ساعه، طبعا الاعداد دي كل شويه بتتغير عشان في حالات بتيجي وفي حالات بتخرج وفي حالات بتتحجز. اتحجز من 310 حاله في المستشفى 68 حاله، وبقيه الحالات تلقوا علاج وخرجوا. احنا الحالات معظم الحالات عندها زي ما قلت حضرتك الام في البطن، وعندها قيء، وفي حالات منهم عندهم اسهال وارتفاع في درجه الحراره. احنا حضرتك نظرنا لقينا في فريق موجود من القطاع الوقائي بناء على تعليمات معالي الوزير، قطاع من القطاع الوقائي، وفي كمان موجودين هنا من صحه البيئه عشان ناخد عينات ميه من الاغذيه عشان عينات الاغذيه المختلفه من الاداره العامه للامراض المعديه والمرضى البيئي. حضرتك بناخد حتى العينات من الميه من المصادر الميه المختلفه، محطه الميه اللي موجوده هنا، المخزن بتاعها والطرد، ومن الشبكه المختلفه من اماكن متعدده في داخل مركز ابراهيميه. خدنا عينات من اغذيه متنوعه، خدنا عينات قيء وعينات براز من بعض المرضى. نظرنا المرضى والمرضى زي ما اكد حضرتك ان هي حالتهم من البسيطه المتوسطه، ما فيش حد الحمد لله مش حد حالته يعني خطيره. وخرج منهم بالفعل 110 حضرتك اجمالي الحالات اللي دخلت 310. لا اقصد خرج منهم بالفعل 101 عفوا. اللي موجود دلوقتي فيهم هنا 68، العدد ده حضرتك من ساعه. بس زي ما بقول لحضرتك الاعداد كل شيء يعني في حالات بتيجي في حالات بتخرج وهكذا، يعني فالاعداد بتبقى متغيره. يعني دلوقتي فقط 68 حاله. اللي موجودين ده الكلام ده من ساعه حضرتك. اللي موجودين حضرتك الحالات اللي محجوزه واللي بتيجي حالتها من بسيطه لمتوسطه، ده الشيء المهم يعني. إيه؟ بس طيب. حضرتك احنا بنتابع وخدنا العينات وهنشوف النتائج الفحص وان شاء الله، يعني عشان اهم حاجه ان احنا تقديم الخدمه العلاجيه. لكن الفحص المبدئي يا فندم بيقول ان هم يعني بيتعرضوا لنفس الاعراض، ولا ممكن مثلا بعض الناس كانت تعبانه من الاصل او حد عنده مثلا الاعراض دي بقاله؟ ما هو ده اللي احنا بنشوفه، ما هو ده حضرتك اللي احنا عشان كده انا ما اقدرش اقول لحضرتك ايه هو السبب، عشان احنا بنقابل العيانين، بنعمل لهم بنقابل كل عيان بنساله كان ايه وشرب ايه واخر حاجه كانها امتى وبيشرب منين، هل بيشرب من الحنفيه، هل بيشرب من ميه، عشان في محطات اهليه تبع اهالي معموله وبيبيعوا ميه في جراكن، بيبيعوا ميه متفلتره. طيب هل يا فندم التحقيقات الاوليه للنيابه، وهي النيابه دلوقتي بتحقق، هل التحقيقات دي ممكن يعني تتوصل لوجود شبهه ما مثلا ان يكون حد بيستغل هذه البلبله اللي حصلت بخصوص الفوسفات اللي غرق في الميه وبيحاول يثير الذعر بين المواطنين، او يعني يكون في اي شبهه جنائيه في الموضوع؟ انا زي ما حضرتك بتسالي كده انا ما اقدرش، دي تحقيقات ان هي بتشوف كده، انا ما اقدرش اقول لحضرتك او اتوقع ايه اللي حصل، لكن انا احنا بنعمل شغلنا، بناخد عينات من الميه سواء المحطات الاهليه سواء المحطات اللي هي تابعة شركه المياه الشرب، بناخد حضرتك عينات الاغذيه زي ما قلنا لحضرتك، بناخد عينات المرضى في الاخر عشان نحاول نتوصل الى ايه هو طبعاً السبب في كده، وخاصه ان هم كلهم من مركز الابراهيميه، من مركز واحد كلهم يعني. من مركز الابراهيميه كلهم مركز. انا بشكرك جدا. من نفس المدينه يا فندم. ومن نفس المدينه. اشكرك جدا دكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة. إذا الحالات المتواجدة الآن المحتجزة في مستشفى الإبراهيمية هي 68 حالة فقط، باقي الحالات تمثلت لشفاء وغدرة المستشفى، الأعراض كانت تتراوح ما بين القيء والإسهال والارتفاع في درجات الحرارة، والفحص المبدئي يعني تعاملت معهم وزارة الصحة بأخذ عينات من الأمعاء ومن المعدة ومن القيء ومن البراز للتوصل لنوع الفيروس اللي تعرضوا له أو الميكروب اللي تعرضوا له، وأيضا النيابة هناك في تحقيقات مستمرة حتى نتوصل إلى ماذا حدث في حالة التسمم، وما إذا كانت أيضا هي بعضها يعني حالات ذعر نتيجة لأن الأهالي مسكوا الميكروفونات وداروا في المركز بيشيعوا نوع من التحذير أن المياه قد تكون هي السبب. وننتقل إلى مواصلة جولتنا الإخبارية وإلى وزارة الدفاع، حيث وصل الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي إلى بكين في زيارة سريعة.
يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الصينيين لبحث الملفات المشتركة وسبل دعم التعاون بين الجانبين. وكان وزير الدفاع قد غادر القاهرة في وقت متأخر من مساء أمس على متن طائرة الخطوط الجوية المصرية المتجهة إلى العاصمة الصينية، وذلك طبقا لما ذكرته صحيفة المصري اليوم على موقعها الإلكتروني اليوم. وإلى وزارة الداخلية، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن بدء تحصيل الرسوم من الفائزين بقرعة الحج لهذا العام اعتبارا من 26 أبريل الحالي وحتى 10 مايو المقبل. وحددت الوزارة قيمة تلك الرسوم بمبلغ وقدره 23,660 جنيها، بالإضافة إلى قيمة تذكرة الطيران وقدرها 5,740 جنيها، مع ضرورة تقديم المستندات المطلوبة. مطران الأرمن الكاثوليك إن الكنائس الأرمينية في مصر ستقيم احتفالا مساء اليوم بمناسبة مرور 100 عام على المذابح التركية ضد الأرمن. هذا وتشهد العاصمة الأرمينية اليوم مراسم إحياء الذكرى المئوية لمذابح الأرمن، وذلك بمشاركة العديد من زعماء وممثلي الدول الأجنبية وعلى رأسهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. بعد 100 عام على مذابح الأرمن لم تسقط جريمة تركيا بالتقادم، وإنما ما زالت مشاهد إبادة نحو 1.5 مليون أرمني تلاحق تركيا التي تحاول التنصل من المسؤولية عن أكبر عملية إبادة جماعية في التاريخ. احتفالية الذكرى المئوية لمذابح الأرمن تشهد حضورا دوليا كبيرا، حيث يشارك الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إضافة لرؤساء قبرص وصربيا. نسيان الضحايا يعني قتلهم مرة أخرى، وكانت الرسالة التي حملها الرئيس الأرميني سيرج سيركسيان بكلمته في بداية الاحتفالية التي ستستمر 3 أيام في العاصمة ياريفيان، داعيا تركيا إلى الاعتراف بجرائمها لبدء صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين. البابا توادروس الثاني يعتبر أهم شخصية مصرية تحضر الاحتفالية إلى جانب عشرات المفكرين والشخصيات العامة. وخلال الأسابيع الماضية ومع اقتراب الذكرى المئوية لمذابح الأرمن، تزايدت الدعوات حول العالم لتقديم اعتراف رسمي بتلك المذابح، وهي دعوات التي تقابل باستنكار كبير من الحكومة التركية التي رفضت عبر العقود الماضية الاعتراف بالمسؤولية أو الاعتذار عن المذابح. ودخلت أنقرة في خلافات دبلوماسية مع البرلمان الأوروبي والنمسا والفاتيكان واشنطن بسبب وصفهم للمذابح بالإبادة الجماعية. الحضور الدولي الكبير في ياريفيان يضع ضغطا كبيرا على نظام أردوغان الذي يرفض الاعتراف بجريمة أجداده العثمانيين. كما يشارك الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة اليوم الجمعة نائبا عن رئيس الجمهورية في حفل افتتاح التجديد الكامل لدير القديس ماري جرجس البطريركي الأثري بمصر القديمة، ويشارك في الافتتاح عدد من الوزراء والقيادات الشعبية بحضور البابا تيودروس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس. وكانت أعمال ترميم بير القديس ماري جرجس قد بدأت منذ 3 أعوام كرسالة محبة وإخاء وتعاون بين مصر واليونان. مزيد من التفاصيل من هناك زميلتنا نشوى الشريف. أهلا بك يا نشوى، انقل لنا أجواء الاحتفالية بتجديد دير القديس ماري جرجس البطريركي، وهو دير أثري بيعتز به الروم الأرثوذكس في العالم كله. كيف تجري الاحتفالية ومن بيشارك من مصر ومن اليونان أيضا؟ تفضل.
معلش هنرجع تاني لنشوى، ربما في مشكلة فنية. إذا كانت أعمال ترميم بير القديس ماري جرجس قد بدأت منذ 3 أعوام كرسالة محبة وتعاون بين مصر واليونان، وتم هذا الافتتاح في أعقاب لقاء قمة بين الرئيس المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره اليوناني. تسلمت مصر 123 قطعة أثرية من السلطات الأمريكية في أكبر عملية تسليم للأثار المصرية المهربة إلى الولايات المتحدة. تضم القطعة الأثرية التي تم تسليمها لمصر تابوتا يرجع لعهد الأسرة 26، ومركبين خشبيين يرجعان إلى عصر الدولة الوسطى، وبعض النقوش الحجرية المسروقة من أحد المعابد المصرية، بالإضافة إلى نموذج لمركب جنائزي وعدد من التماثيل الصغيرة والعملات القديمة. وإلى وزارة الاتصالات، حيث قال المهندس خالد نجم وزير الاتصالات إن سرعة الإنترنت في مصر سترتفع إلى 20 ميجا، وهي السرعة المعمول بها في كثير من دول العالم المتقدمة بعد استبدال الكابلات النحاسية بالفايبر وتوصيلها إلى كافة المنازل، مؤكدا إن العالم كله تعدى سرعات الإنترنت الموجودة في مصر حاليا منذ زمن، لكننا سنبدأ في تطبيق سرعات 2 ميجا حاليا لأن البنية التحتية الموجودة لا تتحمل سرعات أعلى من ذلك. نرجع تاني لنشوى الشريف زميلتنا من دير القديس ماري جرجس البطريركي، هذا الدير الأثري بمنطقة مصر القديمة اللي بيشهد أعمال تجديد وترميم في إطار رسالة المحبة والإخاء والتعاون بين الشعبين المصري واليوناني. معاك يا نشوى، وقللنا مزيد من التفاصيل عن هذه الاحتفالية، مين بيحضر من الجانب المصري ومن الجانب اليوناني؟ اتفضل. هنطلع حالا. بأرحب بك دينا من داخل دير ماري جرجس. يعني بالفعل اليوم تم افتتاح الدير بعد أعمال التطوير اللي تمت يعني على ما يقرب من 3 سنوات، واليوم حضر بالفعل الرئيس اليوناني والسيد وزير الآثار ومحافظ القاهرة ويعني العديد والعديد من الأساقفة، ويعني الحضور من الجانب اليوناني وهنا أيضا من مصر. ولكن لمزيد من التفاصيل ينضم إلي على الهواء مباشرة الأستاذ إبراهيم عبد الرحمن مدير عام منطقة مصر القديمة. بداية بأرحب بحضرتك وقل لي يعني أعمال الترميم مشيت إزاي؟ المنطقة طبعا يعني إحنا في حصن بابليون، تابعتوها إزاي؟ الإشراف، التمويل، كلمنا أكتر عن كل ده. إحنا بنحتفل اليوم بافتتاح كنيسة الروم الأرثوذكس، إحدى الكنائس اللي موجودة في حصن بابليون، وحصن بابليون ده في موقع من أهم المواقع في جمهورية مصر العربية. احنا عارفين ان مصر دي من اقدم الدول السياسية في العالم، والعاصمة بتاعتها اختيرت من حوالي 5000 سنة في هذا الموقع. احنا هنا في العاصمة الدينية، في جنوب العاصمة الدينية، هي مدينة اونو. الحصن يسمى حصن بابليون، يعني بير حعبي ام اونو، ضيعت الإله حعبي إله النيل في مدينة الشمس. هنا نشأت أول فلسفات الديانة والوجود، وفي الناحية الأخرى من النيل أنشأت مدينة منف. فالكنيسة دي من إحدى الكنائس التي تدل على سماحة المسلمين، لأن عندما فتح عمرو بن العاص مصر باقتحام حصن بابليون اللي احنا موجودين فيه حاليا، أنشأ خطط مدينة الفسطاط للقبائل العربية، ثم أنشأ خطة للمصريين بكل طوائفهم، وسمح للمصريين لأول مرة في التاريخ أنه يبنوا الكنائس، لأن كان ممنوع في الدولة الرومانية والدولة البيزنطية إنشاء الكنائس واعتناق الديانة إلا على مذهب الدولة، فكان بيسمح للمصريين بالأديرة في الصحراء، إنما لأول مرة أنشئت الكنائس المتعددة في هذا المكان. دي إحدى الكنائس المهمة في الحصن. ويعني إحنا شفنا النهاردة الافتتاح تم بالفعل، ويعني نتكلم بقى عن الإنشاءات. معايا المهندس محمد يعني المدير التنفيذي على مشروع الترميم، بأرحب بحضرتك وأقول لي الترميم كان في إيه؟ كلمنا أكتر عنه. يعني إحنا بدأنا الترميم من حوالي 3 سنوات هنا بعد رسالة مناصرة عن شركة المقاولين العرب. كان الاعمال دقيقه جدا نظرا لاهميه المكان هنا، ان هو ليه طبيعه اثريه وليه اهميه كبيره جدا عند الطائفه المسيحيه سواء في مصر او في اليونان، وانه من فعلا من وجوده كحصن بابليون ده كان من اهم الحاجات اللي كانت ليها خطوره كبيره جدا في الشغل هنا.
كان احنا المشروع بدا بتمويل من اليونان، الاستشاري كان مكتب دكتور بيناليس من اليونان، وشركه منفذه شركه المقاولين العرب. بعد الدراسات والاختبارات اللي تمت على المشروع كان في بعض الاعمال الانشائيه الكبيره زي ترميم بعض الشروخ الموجوده، تدعيم بعض الاسف اللي كانت موجوده، تدعيم بعض الحوائط القديمه اللي كان فيها كولابس او فيها هبوط نتيجه لحركه الارض تحتها، وبعد كده اعمال الترميم الدقيق زي ترميم الايقونات وترميم الصور الاثريه، والصوره طبعا بتاعت السيد المسيح هنا فوق في الكنيسه من اكثر الصور المعروفه في العالم يعني. طب هل يعني لسه في ما زالت اعمال تطوير قائمه ولا خلاص النهارده بالفعل انتهيتوا من كل اعمال الترميم؟ لا يا فندم حضرتك، النهارده مع فرحه الناس دي كلها اعتقد ان احنا النهارده خدنا نجاحنا اللي احنا كنا مستنيينه حقيقي، وان حقيقي يعني دايما اي تطوير اي مكان هو عباره عن مستوى نجاح الناس. الحمد لله الكنيسه اتسلمت هنا للجهه المالكه الكنيسه اليونانيه مع اشراف جهه الاثار الجوده، واعتقد الناس النهارده بدات، وحضرتك شايفه معالم فرح الناس كلها عامله ازاي. كلمني عن التمويل. التمويل كان كله دايركت من اليونان، كان عن طريق ممول تبع الكنيسه اليونانيه اسمه مارتينوس، وتحت اشراف مكتب الاستشاري من مكتب دكتور بيناليس. يعني بالنسبه لموضوع الاشراف كان بيتم عن طريق برضو اكيد في جهه مصريه يا فندم؟ اكيد معانا طبعا وزاره الاثار كلها وممثلين ليها موجودين هنا، ومعانا الاستشاري الاجنبي هو المقيم هو الاستشاري العام للمشروع. بشكر حضرتك جدا. اخيرا دينا، يعني بعد الاحتفالات اللي اقيمت هنا بدير ماري جرجس يعني نقلنا الصوره، وبالفعل منذ قليل غادر السيد الوزير وزير الاثار ورئيس اليونان، واليك مره اخرى دينا. شكرا نشوى شريف. ومن منطقة مصر القديمة حيث افتتاح تجديدات الدير وحصن بابليون هذه المنطقة الأثرية الهامة. شكرا نشوى شريف، وفاصل نعود بعده لاستكمال جولتنا الإخبارية الحية الآن، تابعونا. مشاهدينا مرة أخرى أهلا بكم إلى ما تبقى من أخبار في جولتنا الإخبارية الحالية الآن. نعود مع وزارة التضامن، حيث أعلنت الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي إن المجموعة الوزارية المنوطة بمكافحة تعاطي المخدرات قد شكلت لجنة لتنفيذ خطة استراتيجية قومية لمكافحة المخدرات وعلاج الإدمان وحماية الشباب منها بالتوعية والعلاج ومراعاة الجوانب الأمنية المرتبطة بهذه الظاهرة. وأضافت الوزيرة في بيان لها اليوم إنه تقرر إجراء الكشف الطبي للطلاب المتقدمين للجامعات ومتقدمي الوظائف العامة للتأكد من عدم تعاطيهم للمخدرات، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على قيام وزارة الأوقاف بتوحيد خطبة الجمعة كل 3 أشهر للحديث عن الوقاية من خطر المخدرات، على أن يتم البدء مع أول جمعة في شهر شعبان المقبل. ومن التضامن إلى وزارة الخارجية، حيث قال السفير سامح شكري وزير الخارجية إن مصر حريصت على الترشح للمقعد غير الدائم في مجلس الأمن للعاملين 2016-2017 من واقع مسؤولياتها تجاه القارة الإفريقية بهدف تبني قضاياها داخل مجلس الأمن تحقيقا للمصالح الإفريقية. وأضاف الوزير في تصريحات صحفية له إنه سيشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار بنيويورك في 27 أبريل الجاري، والتي لها أهمية خاصة بالنسبة لمصر نظرا لدورها في صياغة مقترح إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط ذات الصلة بمكافحة التطرف. فنحن مطالبون وكأولوية بالتصدي الشامل للتطرف أينما وجد، والتطرق إلى كافة الأسباب المؤدية له كونه الطريق الممهد للإرهاب، ويتعين في مساعينا تلك إلى الشباب الاهتمام اللازم ووضعهم نصب أعيننا وعلى رأس أولوياتنا في جهود توضيح الحقائق الأمور وتجنيبهم الوقوع في براثن التطرف والإرهاب، خاصة وإن الشباب يمثلون في كثير من الدول النسبة الأكبر من السكان. وأخذا في الاعتبار الحملات الشرسة التي يتعرض لها الشباب من كل الدول خاصة في الآونة الأخيرة لتجنيدهم كمقاتلين في جماعات إرهابية تتخذ من الدين وسيلة لتحقيق أهداف لا تمت لأي من الأديان بصلة.
مر عام على وقف برنامج على النص الشهير الذي كانت تقدمه الإعلامية القديرة أمل فهمي، وهو البرنامج الذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث ظلت تقدمه أسبوعيا لمدة تجاوزت 50 عاما قبل أن تقرر التوقف عن العمل نهائيا عام 2014. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي عن برنامج على النص ومقدمته الإذاعية الكبيرة أمل فهمي. من القاهرة سيداتي سادتي صباح الخير، أحييكم من القاهرة. اعتدنا جميعا كبارا وصغارا على ذلك الصوت العذب الذي يأتيك عبر موجات الأثير، تحديدا من إذاعة البرنامج العام. سيداتي سادتي صباح الخير، أحييكم من القاهرة. بدأنا جولتنا وده كان أول لقاء على الناصية. إنه صوت الإذاعية المخضرمة آمال فهمي أثناء تقديم برنامجها الإذاعي الأكثر شهرة والأطول عمراً على النصية. القرار بإطلاق هذا البرنامج جاء محاولة لكسر القوالب التقليدية للإذاعة وقت ذاك، والتي كانت تقف عند حد التواصل مع الجمهور عبر المراسلات، ليأتي على النصية ويصبح برنامج العامة ويتحول من خلاله المستمع العادي إلى مشارك في صناعة البرنامج ونجما شعبيا، بعد أن نال البرنامج شهرة وقبولا غير مسبوق من قبل جمهور الإذاعة، جعل من توقيته ساعة مقدسة تكاد تخلو الشوارع فيها من المرة، إذ يجتمع حول الراديو يتعرفوا على نجم هذا الأسبوع على النصية. اسم حضرتك إيه؟ أحمد سامي. الأستاذ أحمد سامي. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم. وبتشتغل إيه؟ سيادته من أغنى أغنياء اسكندرية وعين عيان كرموز. نجاح غير مسبوق حققه برنامج على النصية من خلال دوره الكبير في ظهور عدد من الفنانين والشخصيات العامة إلى النور، مثل الشيخ النقشبندي والفنان سمير صبري والمطربة مها صبري. نجاح دفع أيضا العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ ليطرح على آمال فهمي فكرة ظهور معه في فيلم حكاية حب بشخصيتها الحقيقية، فيكون دورها مقابلة مطرب يقدم نفسه للجمهور لأول مرة على النصية. البرنامج الذي كان في الأساس فكرة الإذاعي الكبير أحمد طاهر دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث ظلت آمال فهمي تقدمه أسبوعيا لمدة تجاوزت 50 عاما. بدأت عام 1957، أجرت خلالها العديد من اللقاءات مع فنانين وشخصيات عامة، منهم المشير عبد الحكيم عامر وطه حسين وأم كلثوم ويوسف وهبي وعبد المطلب. معظم الإذاعيين زي الحصان، إذا جري لوحده في السباق لا يتقدم، إنما لا، طول ما بيسمع وقع أقدام وراء يجري أكتر. النصية الذي اتخذ من هموم المواطن ومشاكل الشارع المصري قضية أساسية له، لم يسلم من تنغيص مقص الرقابة والتقييد على الحرية، حيث تعرض للوقف مرة في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وأخرى في عهد الرئيس الراحل السادات، إلا أن حب الجماهير له كان سببا هاما في صموده طيلة هذه السنوات. وبالرغم من توقفه العام الماضي، إلا أن صدى الصوت يظل عالقا بذاكرة التاريخ، والنصية ستظل خاوية في غياب معشوقتها. سيداتي سادتي، من القاهرة لكم التحية ولمصر الحب كله، وإلى اللقاء. تو
تونس في مهرجانها الجميع يقف دقيقة حدادا على رحيل الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، حيث تشهد مدينة القيروان بتونس هذا العام مهرجان ربيع الفنون الذي يعد من أهم المواسم الثقافية والفنية. يشارك في المهرجان 4 من نجوم مصر: الشاعر هشام الجخ، الفنان مجدي كامل، المخرج إيهاب راضي، والناقد والمنتج فاروق عبد الخالق. بدأ الحفل بالوقوف دقيقة حدادا على روح الشاعر الراحل الغائب عن عالمنا منذ أيام، الشاعر عبد الرحمن الأبنودي. ومن هناك الكاتبة الصحفية رشا لاشين، أهلا بك يا رشا. من تونس الكاتبة الصحفية رشا لاشين، أهلا بك يا رشا. سنعاود الاتصال بك مرة أخرى يا رشا، و ننتقل إلى ذكرى الفنان محمود مرسي، حيث تحل اليوم الذكرى 11 لوفاة الفنان محمود مرسي، وهو أحد أبرز الفنانين في تاريخ السينما المصرية، والذي كان له العديد من الأفلام والأعمال الدرامية والإسهامات في تاريخ الفن المصري. التقرير التالي يلقي الضوء على مسيرة الفنان الفنية. على الرغم من امتلاك محمود مرسي لموهبة فنية حقيقية، إلا أنه كان مقلا في الأعمال التي قدمها، وخاصة الأعمال السينمائية، لاهتمامه بالكيف عن الكم. ولد محمود مرسي في 7 يونيو عام 1923 في الإسكندرية. تخرج من كلية الأداب جامعة الإسكندرية، ثم سافر للدراسة في فرنسا وبريطانيا. وبعد سنوات من العمل بالإعلام، قدم مرسي أول أدواره الفنية عام 1962 من خلال فيلم أنا الهارب، ثم قدم دور البطولة في فيلم الباب المفتوح. وقد برع محمود مرسي في أدوار الشر، خاصة أفلام ليل وقضبان وأمير الدهاء، وكذلك دوره الأبرز في فيلم شيء من الخوف، ضمن عشرات الأفلام التي قدمها طوال رحلته الفنية. وعلى الشاشة الصغيرة سجل محمود مرسي حضورا مميزا عبر عدة مسلسلات، أشهرها زينب والعرش، وبين القصرين، ورحلة أبو العلا البشري. وفي 24 أبريل عام 2004 توفي الفنان محمود مرسي عن عمر ناهز 81 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة بالروائع. ما تطليش في عينيك ده، ما تفزعنيش. اوعى يا عدريس. انت عارف. مرة أخرى بنعود للاتصال التليفوني مع الكاتبة الصحفية أستاذة رشا لاشين من مدينة القيروان بتونس، اللي بتشهد مهرجان الفنون ربيع الفنون اللي بيعد من أهم المواسم الثقافية والفنية هناك، واللي بدأ بالوقوف دقيقة حدادا على رحيل الكاتب والشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي. أهلا بك يا رشا من هناك. اهلا بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا. رشا، كيف احتفلت مدينة القيروان ومهرجان ربيع الفنون بالشاعر عبد الرحمن الأبنودي الذي رحل وغادر عالمنا منذ ايام؟ حقيقة ان القيروان تألقت هذا العام كعادتها من خلال مهرجان ربيع الفنون الذي كان من اهم فعالياته مشاركة 4 من نجوم مصر في المهرجان، وهم الشاعر هشام الزخ الذي ألهب قاعات المركب الثقافي بأسد بن الفرات بالتصفيق الحاد، حيث امتلأت القاعات عن آخرها، وقام بإلقاء أشهر قصائده وافتتحها بالتأشيرة وأيوة بغير وما تزعليش والجدول ومنطقي. وأخيرا طبعا ما صلتش العشاء، القصيدة التي ألهبت الكثير من حماس الجماهير التي كانت متواجدة بالقاعة، وبدأ أمسيته بالوقوف دقيقة حدادا على روح الشاعر الراحل الغائب الحاضر عبد الرحمن الأبنودي. وحضر أيضا الفنان مجدي كامل، والمخرج إيهاب راضي، والناقد والمنتج الأستاذ فاروق عبد الخالق. أيضا تم عقد مؤتمر صحفي ضم كل من ضيوف المهرجان من دول العراق: الشاعرة فينوس فائق، والمخرج طارق الجبوري، والشاعرة العراقية منيرة سعد، الفنانة الأردنية مرجو حداد، والفنان مجدي كامل، والمخرج إيهاب راضي. ثم انضم إليهم بعد ذلك الشاعر هشام الجخ الذي اتهمه أحد الصحفيين بأنه يرفض الحديث للصحافة والإعلام، وهو ضيف بلادهم تونس، وهذا سبب حرجا لكثير من الصحفيين التونسيين، فالجمهور يرغب في متابعة النجم المصري المحبوب في آخر أعماله، بالإضافة إلى عرض فيلم المخرج العراقي طارق البوري الكعكة الصفراء في أول وثاني أيام المهرجان. بشكرك جدا رشا لاشين، وضحت الصورة. إذا مهرجان ربيع الفنون بتونس يبدأ الحفل بدقيقة حدادا على روح الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، رحم الله فقيد الوطن. وإلى هنا تنتهي جولتنا الإخبارية الحية الآن، كنا معكم في تغطية إخبارية على الهواء مباشرة، وحتى حين موعد لقائنا القادم دمتم بخير.